ركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. يعني نقوزو يا كوانزا كوني نقوزو سايماني يعني نكون مؤمني الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله تضمن الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتؤمن بوجود الله ولا تنكر وجود الله. يعني إيه نتجميع كمؤمني الله سبحانه وتعالى نفي توبياك ونبي واكي ونيا متوما نكوامني الله سبحانه وتعالى نصفة زاكي زيني الله سبحانه وتعالى أم يتنغزا كومبا نزاكي أو النبي صلى الله عليه وسلم كتوانبيا كومبا زيني نصفة زاكي. نعم، ودل على وجود الله أدلة كثيرة ممكن نجمعها في أربعة أدلة. يعني وتعلم ومتقوية مرايني دليل زاكم وزاكو كوامين كوامبا رسول الله سبحانه وتعالى أكو. الأول العقل، يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون وينظر في هذه المخلوقات إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. يعني يا كوانزا ني يا بونغو متن هاويزي كوجا هبا متو يعني متن هاويزي كوونا ايفين يا الله سبحانه وتعالى متي هبا كو الدنيا نا اكا سيما هكونا مونغو الله سبحانه وتعالى. الثاني الحس، تكون في كرب وشده، ترفع يدك للسماء تجدها تنفرج. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو واذا بالغيث ينزل، هذا دليل محسوس ملموس تراه بعينك مثلا. يعني متو كوجسكيا فيني انا فانيا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أمي الله سبحانه وتعالى أكتنيمش مفوا زي كواز ميكو سكان مفوا الله سبحانه وتعالى كتنيمش وميكو وكم نمصيبة وتا ينوى ميكونو ياكو ومعون بالله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. يتاتو نكوى ممتو أنا يعني إلي أصلي ممتو. الرابع الشرع، يعني الأدلة من الكتاب والسنة وهذه كثيرة جدا والله أعلم. يعني يعني ني ني كوانبا ني 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 زينيز مشريه كتاب والسنة يعني قرآن فيلي فيلي نمانين يا متوم محمد صلى الله عليه وسلم نايزي زينا كواغا نينجي.